انزل. لا مش هينفع عشان بس في وشي فيه مش هينفع. ما هو هينفع. ما هو مش هينفع التحرير. حمير اعرف ده كنت خالك يا فنان. مش هتصور انت حمير. هنا الزاهد توضح كواليس فيديو الازمه. احدث مقطع فيديو للممثله المصريه هنا الزاهد ظهرت فيه وهي تسب احد المعجبين دج على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وحظي الفيديو برواج كبير بين المستخدمين خلال اليومين الماضيين مع تعليقات غاضبه من الطريقه التي تعاملت بها هنا الزاهد مع جمهورها. وامام الهجوم الكبير عليها اوضحت هنا الزاهد ان الفيديو مشهد تمثيلي وليس حقيقيا، وهو من مسلسل حلوة الدنيا سكر. وكتبت هنا الزاهد في حسابها على انستجرام: عشان اخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوره وبموبايله ومنزله كأنه حقيقي. انا مش فاهمة استفدت ايه انك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده. ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر، وياريت نركز، مش اي حد ينزل حاجة تتصدق. على الجانب الآخر، تعاقدت هنا الزاهد مؤخرا على بطولة مسلسل جديد من نوعية العشر حلقات، وهو من تأليف رنا أبو الريش، إخراج وائل إحسان، وجاري الاستقرار على اسم نهائي للعمل. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا